السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني هنبتدي النهاردة محاضرة نمرة 2. أهلا بيكم في مقرر فونديشن أوف أرتفيشال انتليجنت. إن شاء الله في المحاضرة دي هنبتدي نتكلم على الايجنت، الانتليجنت ايجنت. هنتكلم على مكوناته، هو ايه التايب بتاعته، ايه الامثله بتاعته. هو في يعني في عالمنا ده بنلاقي الارتفيشال ايجنت فين، ايه التاسك انفايرمنت، ايه تايب اوف انفايرمنت. كل الحاجات المتعلقه بالانتليجنت ايجنت ان شاء الله هنتكلم عليها. يبقى احنا الموضوع بتاعنا اسمه Acting Rationally Intelligent Agent. المين سورس بتاع السيكشن ده هتلاقوه في كتاب اللي هو Artificial Intelligent A Modern Approach، اللي هو مؤلفه راسل ونورمان نورفيش. وهتلاقوا في شابتر 2، هتلاقي الشابتر بعنوان انتليجنت ايجنت. تعرفين الكتاب ده موجود على يعني الطبعة الثالثة، موجودة على النت PDF زي ما قلت لكم قبل كده، فانتوا ممكن تنزلوه في كل حاجة. طيب احنا هنفتكر كده لما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على الابروتش المختلفة للذكاء الاصطناعي، فهنلاقي ان احنا اتكلمنا على اربع ابروتش هم الرئيسيين في الايه في الاي اي. فقلنا ان هم اربع مجاميع، الأربعة لمجموعة من العلماء. العلماء يعني ليهم كده إيه أربع أفكار أو أربع اتجاهات بيفكروا فيها. أول اتجاه اللي إحنا لو نفتكر مع بعض اللي هو system that act like human، وده ما بيهموش الألجوريزم اللي هو ماشي عليه السيستم اللي إحنا بنيناه، ولا الانبوت ولا الاوتبوت. هو المهم إن هو بيحاكي، بيعمل سيميليشن للهيومن اكت، يعني هو ازاي بيتصرف وبيعمل ايه سيميليشن. تاني واحد اللي هو ثينكينج راشونالي، ده لا ده بيعمل السيستم بتاعنا على اساس ان هو الجوريزم. يبقى هو بيشوف الالجوريزم اللي بيمشي عليه الانسان وهو بيشتغل وبيعمل عليه السيستم بتاعه. تالت واحد اللي هي acting humanly، اللي هي وقلنا فيها ان هو التيورينج تيست بيحدد هو ده ماشين انتليجنت او انتليجنت ماشين ولا ده هيومن، وانتوا فاكرين التيورينج تيست. اخر واحد بقى، وده اللي هو المفروض ان احنا يعني مهم وبنقبل، هو ان هو ايه acting rationally. acting rationally دي يعني بيهتم جدا بالجول، هو عايز يوصل لجول معين، فبيمشي وبيبني السيستم بتاعه علشان يوصل للجول بتاعه ده. طيب يبقى احنا زي ما احنا قلنا احنا هنركز على act rationally، system that act rationally. والسيستم ده بيعتمد او بتعريفه ان computationally intelligent is a study of the design of a intelligent agents. عشان كده احنا بنقول ان احنا هنشوف ايه هنبني الانتليجنت ايجنت ده ازاي. تعالوا اما نشوف كده الانتليجنت ايجنت
ده عبارة عن ايه؟ يبقى نشوف كده التعريف. ده تعريف بس هنقرأ الأول. An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensor and acting upon that environment through actuator. يبقى أنا عندي هنا الإيجن أهو. الإيجن ده بيدرك أو بيعمل perceiving للـ environment اللي حواليه through إيه؟ through sensor. هنا فلنفرض إيه؟ عاملين أكنه عين أو يعني كاميرا. خلاص؟ بعد كده بعد لما بيدرك الـ environment اللي حواليه المحيط، فبيبتدي يعمل action. الأكشن دي اللي مين اللي بيعملها؟ اللي هو الاكتويتور اللي عنده. يبقى عنده سنسور وعنده ايه؟ اكتويتور. يبقى لو جينا بصينا كده، يبقى يا ترى اللي هو علامة استفهام ده عبارة عن ايه؟ طبعا هو برنامج، المفروض برنامج بيعمل فانكشن معينة، ان هو لما يشوف حاجة معينة بالسنسور، يعني الانبوت ده طبعا بيدخل له عن طريق السنسور، بيطبق الانبوت ده على الفانكشن اللي هو عامل لها بروجرامينج، وبيعمل اكشن للانفايرمنت ثرو اكتويتور. خلاص كده يبقى فهمنا الايجنت بيشتغل ازاي. طيب يبقى انا دلوقتي An intelligent agent is such that أول حاجة بيعمل إيه؟ Intelligent agent ده عبارة عن إيه؟ عن سوفت وير. زي ما إحنا قلنا في سوفت وير جواه، السوفت وير ده بيعمل إيه؟ its actions are appropriate for its goal and circumstances. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيعمل اكشن الملائمة للهدف بتاعه والمحيط اللي بيه. طبعا لازم يبقى فليكسيبل لايه؟ للتغيير في الانفايرمنت وفي الجول. طيب لازم برضو يبقى في حتة الليرنينج. احنا خدنا قبل كده ايه هي الحتة الليرنينج ده؟ هو الماشين ليرنينج، ان هو يتعلم من الاكسبيرينس بتاعه. خلاص. طيب بنعلمه ازاي؟ ممكن نعلمه ان احنا لما يعمل حاجه صح نديله مثلا حاجه زي هديه او يعني اي ايه جايزه ان هو عمل حاجه صح، عشان يبقى ايه ده المردود بتاع الانفايرمنت، ان هو يقول الايجنت انت كده عملت حاجة صح، ولما يعمل حاجة غلط يقول له ان انت كده عملت حاجة غلط. خلاص. طيب يبقى هيبتدي يتعلم بالطريقة ان هو من خلال الاكسبيرينس بتاعته والاكشن بتاعه يعرف الاكشن الصح واكشن الاكشن الغلط. طيب بعد كده it makes appropriate choices A give perceptual limitation and limitation resource. هو عنده دلوقتي limitation resource زي ايه؟ زي الميموري مثلا. هو عنده limitation memory اكيد، limitation storage اكيد. اوكي؟ فالحاجات دي المفروض ان هو بياخد الاختيار الصحيح رغم ان عنده ايه؟ ادراك يعني قليل. يبقى ياخذ القرار السليم رغم بيبقى شايف جزء من الداتا، ساعات ما بيبقاش شايف الداتا كلها. اوكي؟ ويبقى عنده داتا يعني شايفها، ما مش شايف الداتا كلها، ممكن ما يكونش شايف المحيط اللي حواليه بالكامل، انما يقدر ياخد القرار بتاعه الصح مع وجود كمان ليميتيشن للريسورس. احنا بنقول عليه طبعا ريشنالي، لان هو ايه المفروض
ان هو بيقدر يوصل للجول بطريقة اوبتيمال. طيب يبقى انا دلوقتي الريشنال ايجنت اكت تو اوبتيمالي اتشيف اتس جول، يبقى هو عايز يوصل للجول بايه؟ اوبتيمالي يعني ايه؟ يعني رايت ثينك، بيفكر بتفكير صحيح. الرايت ثينك ده اللي هي ايه؟ ذات which is expected to maximize goal achievement، يبقى لازم يوصل لماكسيموم جول اتشيفمنت. لا رغم ان عنده جيف ذا افيلابل، ايه عنده الانفورميشن اللي عنده والريسورس اللي عنده، عشان كده بنقول ان هو ريشنالي ايه ايجنت. طيب يبقى انا كده الايجنت هنا اهو، هو موجود، هو هيعمل فانكشن معينه، هو في انفايرمنت معين وعنده سنسور، والانبوت بتاعه من خلال السنسور ده، وبعد كده بيعمل الجوب اللي هو المفروض ان هو يعملها، ويعمل اكشن عن طريق الاكتويتر اللي هو متوصل بيه. يبقى المفروض ان انا قلت ان هنا في ايه؟ فانكشن. يبقى هما بيقول عليها كنترول بوليسي فانكشن، اللي هي بتعمل ايه؟ تيك ذا ديسيجن. يبقى انا عندي هنا فانكشن، يعني ممكن نقولها عليها فانكشن. الفانكشن دي طبعا بتبقى يعني متبرمجة، ويبقى في هنا جوه الايجنت ده عبارة عن ايه؟ عن برنامج. اوكي طيب تعال ما نبص على اي ايجنت في الدنيا. هنلاقي مثلا هيومن ايجنت، هنلاقيه السنسور بتاعه بيدخل او الانبوت داتا اللي بيدخله بطريق العين، هو بيشوف او بيسمع ومختلف الاورجن او يعني عن طريق كل حواسه. طبعا الاكتويتر هنا عند الهيومن هتلاقيها ايده، رجله، راسه لو هو مثلا هيعمل اي حاجه وهكذا. انا لو عندي برضو روبوتك ايجنت، يبقى السنسور بتاعه الانبوت اللي بيدخله عن طريق الكاميرا، عن طريق الانفراريد رينج فاندر، عن والاكتويتر عن طريق الموتور اللي بيبقى متوصل بيه، بحيث ان هو ممكن يحركه ويعمل اكشن بيه. السوفت وير ايجنت عندي برضو بيبقى الانبوت بتاعه او السنسور بيدخل له ايه؟ كي ستروكس وفايل كونتنت ونتورك باكت. طيب الاكتويتر بقى بيعمل ايه؟ بيعمل ديسبلاي اون ذا سكرين النتائج، رايت فايل مثلا اند سيندنج نتورك باكت. فهمنا؟ يبقى انا ممكن امثل الايجنت دي بحاجات كتيره، بس لازم يبقى فيها ايه؟ عنده فانكشن معينه بيعملها، وعنده سنسور، وعنده ايه؟ اكتويتر. طيب تعالى اما نبص على بقى الاستراكشر بتاعت الايجنت. الاستراكشر بتاعت الايجنت هي عباره عن ايه؟ اركتكتشر وايجنت بروجرام. الاركتكتشر دي عباره عن ايه؟ عباره عن كمبيوتر سوفت، يعني سورت اوف كمبيوتر او كمبيوتنج ديفايس ويز فيزيكال سنسور اند اكتويتر. خلاص. طيب البروجرام بقى، الايجنت بروجرام، يبقى الجوب بتاعت AI is a design an agent program that implement the agent function. الايجنت ده ليه function فهيعمل له implementation. implementation او الفانكشن دي هتبقى بتعمل ايه؟ بتعمل mapping from percepts
تو اكشن، الحاجات اللي ادركها هتحولها، وتشوف الفانكشن دي هتحول اللي هي الادراك ده او الداتا اللي داخله الى انها يبتدي يدي اكشن. يبقى الاستراكشر اوف ايجنت هو عباره عن اركيتكتشر، اللي هي زي ما احنا قلنا هي عباره عن ايه، كومبيوتنج ديفايس وفيزيكال سنسور واكتويتر، وعباره عن ايه كمان، ايجنت بروجرام، اللي هي بتعمل ايه، بتماب الايه، البيرسبتس اللي هي الادراك تو اكشن، او هي ممكن تقولها بطريقه تانية ايجنت فانكشن. طيب تعالى ما نشوف الابلكيشن بتاعه الاي اي. الابلكيشن بتاعه الاي اي اول حاجه مثلا ممكن نقول عليها اللي هي الايجنت في الفاينانس. الايجنت بتاع الفاينانس هنا بيدي مثلا يعني اللي هي السندات والحاجات دي، المفروض ان هي سوق الاسهم وسوق السندات، فبيديله الريت كل شويه، بيديله الريت بتاعها. تخيل ان انت قاعد في البورصه كده، فانت هنا الايجنت بيديلك ايه، الداتا عباره عن ريت نيو، اسعار الاسهم والسندات بكام وهكذا. هو بيبتدي ياخدها كل شويه ويعمل ديسيجن مع معين، وبيبتدي ايه الاكشن بتاعه، ان هو هيدي تقرير التريدز. دي عباره عن ايه، يعني يقول له مثلا دي مثلا شركة اتصالات محققة أرباح، ومنتظر مثلا في الساعة الجاية إن هي الأرباح بتاعتها هتعلى، اشتري مثلا سندات أو أسهم من الشركة دي. دي في الفاينانس. طيب في الريبوت، الريبوت عندنا انفايرمنت أهو، هتلاقي إن هو بيقرا الداتا عن طريق الكاميراز والميكروفون. اوكي، بعد كده بيحصل ديسيجن هنا، ويبتدي بقى يدي الاكشن عن طريق الايه، عن طريق الاكتر بتاعه او الايه اكتويتر. بيدي بقى، لا بيدي فويس مثلا يقول ان في مثلا في حاجة معينة، بعد الشر في حريقة، يبتدي يفتح محابس المية عشان يطفي، او هو مثلا يبقى هيروح يعمل حاجة زي مثلا لما الروبوت بيستخدموه في الصناعة، مثلا صناعة السيارات، هيبتدي يركب مثلا اجزاء من العربية مع بعضها. الكلام ده كله عن طريق الايه، عن طريق الاكتر. طيب الجيم، الاي اي ان جيم، يعني انت طبعا انفايرمنت ومعاك مثلا الجيمز، نفرض ان هو انت مثلا بتلعب شطرنج، فانت بتعمل موفز معينه، حركت عسكري، حركت طابيه، حركت الحصان، الوزير، وهكذا. هيبتدي الحركه دي يحسها الجيم ايجنت، ويبتدي ياخد ديسيجن. لا، انت ممكن تكون حركت مثلا حاجه علشان تموت له حاجه عنده، فهو بيحرك الحاجه دي علشان ما تموتش، عشان ما تشيلهاش مثلا، او انت بتعمل موفمنت معينه لحاجه، وهو بقى هيعمل موف بطريقه تانية، بحيث ان هو الخطوه اللي بعديها مثلا يقتلك الملك ولا حاجه، واخدين بالكم؟ فيبتدي يعمل ديسيجن، وعن طريق الاكتويتر يبتدي ايجنت موفز، بيحرك اي حاجه من قطع الشطرنج بتاعتك. الميديسن طبعا في الانفايرمنت انت
وفي مين كمان الدكتور بتاعك، فبيبتدي يديله هو هنا دياجنوستيك ايجنت، يديله الاعراض اللي هو شايفها او مثلا درجة الحرارة الضغط وهكذا. يبتدي هو برضو ياخد الفيتال سيجنال ده، الفيتال سيجنالز، ويبتدي يعمل لها ديسيجن معين، يعني يفكر فيها ويبتدي يطلع لي ديسيجن. الديسيجن دي المفروض هو هيبتدي يقول ايه بقى، دياجنوستيك مثلا، اه ده في ارتفاع درجة الحرارة ومع الرشح فهو كده دور برد، فيبتدي الدور مثلا الدكتور ياخد ايه ويشوف، او ولد صغير رايح وعنده مثلا حبوب حمراء في جسمه وجسمه احمر، فيبتدي يقول لا دي مثلا مثلا حمى نوعها كذا، فيبتدي الايه الدكتور يبص ويشوف هو قال دياجنوستيك ايه، ويبتدي ايه يعالج المريض كده. احنا طبعا شايفين ان هو ال AI او الايجنت طبعا هو ايه، يعني في جميع المجالات ابتدى يحقق نجاح كبير. لما نيجي نشوف الويب مثلا، انت بتكتب هنا في جوجل سيرش تكست، وبعد كده بتروح عامل ايه فيلينج لايك مثلا لاكي، فيبتدي الفيلينج لاكي ده بقى بيتجري يعني مثلا الجوريثمات معينة من بتاعة الـ AI. يبقى انت هنا مين الـ environment، انت والـ worldwide وايد ايه ويب، هتبتدي تحط له الكويري، هيبتدي عن طريق هو عنده كراولر وعنده داتابيس كبيرة جدا، يبتدي يدور على الكويري ده، لما يلاقيه يبتدي وخد ديسيجن يبتدي يعمل لك ديسبلاي للانسر، اه مثلا العشر مواقع دي انت ممكن تدخل عليها وتايه وتلاقي الايه اللي انت بتدور عليه. طبعا كده يعني نجاح في جميع المجالات تقريبا. نسينا بقى حاجة واحنا بنتكلم على الايجنت اللي هي ايه، تعالوا ما نشوف كده. انا عندي هنا environment، وبعد كده عن طريق السنسور سنسور كذا، الخطوة الاولى بتبتدي تروح للاي اي ايجنت، الاي اي ايجنت بيروح مكمل الاكشن بتاعته ويروح مودي الاكشن للانفايرمنت، الانفايرمنت تروح رد عليه بالجيتري في جيت فيدباك. ناخد بالنا هو بياخد الاكشن دي عن طريق ايه، انه بيعمل ريزونينج. ريزونينج يعني ايه، انت يعني في انواع من الريزونينج هناخدها ان شاء الله في الليكشر اللي جاي، زي الفورورد والباكورد. يعني مثلا الانسان مثلا يقول بما ان كذا وكذا وكذا يبقى كذا هعمل كذا، دي يبقى ايه طريقة تفكير. طيب بعد كده يبقى هو كده لما يرجع له الفيدباك هيبتدي الاي اي يعمل ايه، يعمل ليرنينج. يبقى احنا هنا عملنا ايه، يبقى احنا كده ابتدينا وعملنا ماشين ليرنينج، دخلنا الماشين ليرنينج فين، في عمل الاي اي ايجنت خلاص. فطبعا دي يعني ايه، طبعا دي اهم حاجة ان احنا نبتدي نطور في الايجنت علشان يعمل ايه، يتعلم ويعمل حاجات ما كانش الاول يعرفها. طيب تعالى ما نشوف الايجنت بقى بيشتغل ازاي. اول حاجة طبعا لازم يدخل له يعني prior knowledge، past experience، goal و value، observation. طبعا كل ده لازم يدخل لإيه، للإيجنت عشان يبتدي يشتغل. طب هيدخل للإيجنت عن طريق إيه، عكس يعني بيبقى capacities،
كل كاباسيتيز من دول بتبقى فيلد من الاي اي. زي ايه؟ زي مثلا natural language understanding، يبقى لو هي لو داخل صوت او كلام المفروض ان هو يعمل يفهمه، ده فيلد من الفيلد بتاعت الايه، بتاعت الاي اي. computer vision ان هو يشوف الحاجة ويبتدي يعمل speak recognition. الفيزيولوجيكال sensing يعني ايه؟ يعني يعمل جس يعني ايه يعمل سنس، او يعمل يعني يبقى سنسور مثلا بيدخل درجات الحرارة والضغط والحاجات دي. minding of interaction logs يبتدي الحاجات دي تدخل. طب هتدخل هتتسيب ازاي؟ يبقى انا عندي لازم يبقى حاجة علم برضو في الاي اي اسمه knowledge representation، ازاي هتمثل الداتا دي جوه الايجنت. خلاص بعد كده المفروض يبقى في ماشين ليرنينج يبتدي ياخد ديسيجن ويعمل اكشن. الاكشن دي طبعا الديسيجن دي بتتاخد عن طريق الريزونينج، وايه وبنستخدم الديسيجن ايه ثيوري. انت دول بيساعدوا على ايه؟ على اخذ الديسيجن، ويبتدي الاكشن يعمل اكشن عن طريق ايه الاكتيويتور. طيب الممكن طبعا الاكشن للانفايرمنت ان هو يبتدي يعمل ناتشرال لانجويج جينيريشن، يبتدي يتكلم. ممكن يبقى روبوتك، ممكن يكون هيومن كمبيوتر او روبوت انترفيس. خلاص كده ده كله هيدخل فين؟ في الانفايرمنت، والانفايرمنت هتبتدي تعمل فيدباك، وهكذا الدوره بتاعت الانتليجنت ايجنت. يبقى الايجنت علشان يعمل تاسك محتاج كاباسيتيز كتيره، كل واحد سب فيلد من ايه من الاي اي. يعني مثلا لما نيجي نقول natural language understanding و natural language regeneration، الاتنين دول field في ال AI اسمه NLP اللي هي natural language processing. اوكي ال human computer و robotic interact ده بيعلم يعني ازاي بيتعلم او بيتعامل مع الايه مع الانسان. الكلام ده كله ايه الاكشن اللي بيطلعها للانفايرمنت. اوكي فالانتليجنت ايجنت هو تكويناته كده، وهتلاقي كل حاجه فيه كل كاباسيتي فيه عباره عن سب فيلد في الاي اي. تعالوا ما نشوف بقى مثال. مثلا الفاكيوم اللي هي المكنسة فاكيوم ايجنت، هي عبارة عن دي مربعين، واحد اسمه ايه واحد اسمه بي. هي لا تبقى الفاكيوم ده لا في المربع ايه لا في المربع بي، ولما بتتوجد في اي مربع لو لقت وساخة بتشفطها بتنضفها. يبقى انا كده انا ممكن اكتب اي ايجنت بالتلاتة دول اعرفهم البيرسبتس الادراك اللي هو فيه لوكيشن اند ستيتس. يعني زي مثلا ايه اللوكيشن ايه والستيتس ايه ديرتي، هي مش نظيفه. الاكشن بقى لا اما يروح ليفت لو هو مثلا في بي يروح في ايه، ولو او رايت لو هو في ايه يروح لبي. او الاكشن التاني اللي هو ينظف اللي هي سك او نو اوبريشن طبعا. طب الالجوريثم بقى مش احنا قلنا ان هو بيعمل بريسبت، بيعمل اكشن عن طريق اكتيويتر، وبريسبت عن طريق السنسور. طيب الفانكشن بقى بتاعته بيعمل ايه؟ فانكشن فاكيوم ايجنت هو بيدخل له اللوكيشن والستيتس،
والريتيرن الاكشن. فعنده if then statement بيقول لو هو status بتاعته dirty يبقى then return suck يبقى نظف. طيب لو هو في اللوكيشن ايه روح للرايت، لو هو في اللوكيشن بي return left، وهكذا. يبقى هو لا اما هينظف لا اما هيروح رايت لا اما هيروح ليفت. ده كده ايه سودو كود بيقول لك الايجنت ده بيعمل ايه وايه البيرسبتس بتاعته وايه الاكشن بتاعته. طيب هنتكلم هنا على ريشنال ايجنتس. هو الريشنال ايجنت لكل possible percept sequence، لكل حاجة ممكن يدركها a rational agent should select an action. يبقى لكل percept هيبقى فيه action معينة that is expected to maximize its perform measure. يعني المفروض ان هي الاكشن دي بتماكسمايز البرفورمانس ميجر. برفورمانس ميجر او بنسميها ساعات يوتيليتي فانكشن. يوتيليتي فانكشن ده المفروض ان هي اوبجكتيف كريتيريا. ممكن كريتيريا او كريتيريون، يعني كريتيريا واحده او اتنين بس بشكل موضوعي بيقول فور سكسيس اوف ذا ايجنت بيهافير. يعني علشان تخلي الايجن ده يبقى كويس يبقى سكسيف البيهيفير بتاعته كويسة. طبعا هنا giving the evidence provided by the percept sequence and the agent build in knowledge. خلاص يبقى لازم يبقى في حاجة اسمها ايه performance measure اللي هي ايه كريتيريا معينة بتقول انا هعمل ماكسمايز لحاجه او اعمل ايه مينيمايز لحاجه تانية طبعا. طيب لو احنا قلنا بقى فقلنا يعني specify the task environment، ففي بقى ايه اللي هي performance measure environment actual sensor. بناخد كل الحرف كل الحروف الكبيرة الأولانية فاللي هي البيز اللي هي بي اللي هي الفانكشن. the agent is maximized ايه الفانكشن الايجنت وهي شغال فيها عايز يعمل ماكسمايز للجول دي او ممكن يعمل مينيمايز. assume giving مثلا in practical need to be computer somewhere. خلاص عندي الاي الاي دي عباره عن ايه environment. الانفايرمنت دي اللي هي the formal representation of world state. يعني مثلا لو جينا قلنا ان احنا عندنا لوحه الشطرنج، فلوحه الشطرنج مثلا فيها مربعات بيضاء ومربعات سوداء وكل مربع بيبقى لا فيه قطعه شطرنج لا مفيش. فكل الحاجات دي مثلا لو احنا عايزين نقول مثلا شطرنج 8 في 8 فبنمثل كل مربع بايه بفاريبل معين والمفروض ان هو نقول ان هو لا ابيض لا اسود ولو في عسكري او في حصان او في الملك وهكذا. يبقى دي الفورمال ريبريزنتيشن اوف وورلد ستيت وورلد ستيتس. طيب انا دلوقتي لما انقل حصان لحصان من مكان حصان من مكان لمكان تاني او عسكري من مكان لمكان تاني فانا عملت ايه كده؟ عملت actions that change the state according to the transition model. يبقى انا بعمل transition للموديل. giving a state and action what is the successor state. يبقى ايه الستيت اللي بعد كده؟ يبقى انا بتنقل من ستيت لستيت تاني عن طريق ان انا بحرك ايه قطع من الشطرنج. لو انا عندي الشطرنج ده اللي انا بشتغل بيه or distributed a over successory state. الاس بقى اللي هي الاوبزرفيشن،
that allow the agent to infer the world state. طبعا بتيجي بديفرنت فورم زي ايه ان تراكينج اوبزرفيشن ماي بي بيكسل اند ستيت فاريبل اللي هي 3 دي كوردينيشن. يبقى هنا الاس اللي هي ايه السنسور بقى اللي هو بيدخل لي الداتا وبيخليني اشوف الستيت بتاعتي واعمل تراكينج ليها. خلاص كده يبقى انا عندي علشان اعمل specify the task the task environment فعندي ايه الاربع حاجات دول. تعالوا ما نشوفهم على example. يعني انا مثلا لو انا عندي autonomous taxi، تاكسي بيمشي لوحده، فلو انا بقول البي اللي هي performance measure فانا عايزه مثلا يكون سيف آمن فاست بسرعة بيمشي بسرعة بيوصلني بسرعة ليجل ان هو ما يكسرش مثلا ايه الإشارات كومفورتابل طبعا بيبقى مريح تريبل تريب اللي هي يعني رحلة يعني كومفورتابل وماكسيموم بروفيت طبعا. ده البرفورمانس مانجر بتاعتي انا ممكن يبقوا كده. الانفايرمنت طبعا هي الرودز اللي هي الطرق other traffic لو كان في عربيات تانية المشاة اللي ماشي الكاستمر بتاع التاكسي كل ده environment. الاكتيويتر steering wheel اللي هي الدركسيون accelerator البراك اللي هي الفرامل السيجنال الهورم الكلاكس كل الحاجات دي هي اكتورز. السنسور ممكن يبقى عندي كاميرا ممكن يبقى عندي ليدرز. ليدرز ده ايه شعاع ليزر بيطلع فبيطلع بيطلقه ويرجع له تاني فيقدر يقيس المسافة ما بينه وبين العربيات التانية. سبيدوميتر بيقيس يعني بقى حاجات بتقيس حاجات اللي هي السرعة جي بي اس مكانك فين الانجر سنسور كي كل الحاجات دي ايه سنسور بتدخل داتا للايه للانجن بتاع الاوتونوموس تاكسي. طيب لو انا عندي سبام فلتر السبام فلتر ده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيقول ان الميل ده سبام ولا لا. فانا عندي البرفورمانس ميجر بتاعتي مينيمايز فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. انت هنا لو انت بتيجي بتقيس فانت عندك الفولس بوزيتيف يعني انت يعني مثلا قلت ان هو سبام وان هو مش سبام هو طلع سبام يبقى فولس بوزيتيف. لو فولس نيجاتيف بالعكس فانت عايز تعمل مينيمايز ان انت تبقى غلط صح وماكسيمايز ان هو تبقى صح ان انت السبام تقول عليه سبام والنوت سبام تقول عليه نوت سبام صح. يبقى دي البرفورمانس ميجر عايز ايه لو انت خدت الفولس بوزيتيف فولس نيجاتيف ان انت بتعمل حاجه غلط يبقى تعمل مينيمايز. لو خدت الفولس بوزيتيف وفولس قصدي ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف يبقى انت كده عايز تعمل ده ماكسيمايز. واخدين بالكم؟ طيب الانفايرمنت هنا هو اليوزر ايميل اكونت او الايميل سيرفيس سيرفر. طيب عندي الاكتيويتر اللي هي ميك از سبام او ديليت. السنسور انكمينج مسج واذر انفورميشن اباوت يوزر اكونت يعني الاكونت ده بيجي له اعلانات فانا مش عايز يجي له فيبقى ده سبام يعني معلومات عن الاكونت اليوزر اكونت نفسه. دي كده ايه another بيز example اللي هي سبام فلتر. يبقى احنا عرفنا البيز ان هي تمثل
الايجن احنا بنمثلها باربع حاجات: البرفورمانس ميجر، الانفايرمنت، الاكتيويتر، السنسورز. طيب بعد كده عايزين ناخد بقى الايجنت تايب. الايجنت تايب انا عندي 5 بيزك تايب in order to increase a generality. يبقى انا عندي اول واحد اللي هي sample reflex agents، وعندي اللي هي model based reflex agent، وعندي goal based agents، utility based agent، learning agents. الاثنين الاولانيين دول يعني حاجات سهله هنشوفها دلوقتي ايه بالظبط تعريف كل واحد في الخمسه دول. اول نوع هي simple reflex agents، ده بيعمل ايه؟ select action based on the current perception of the environment. يبقى انا عندي هنا ال environment، السنسور بيقيس حاجه، بيبتدي what is the world is world a is like now. يعني مثلا ايه، مثلا ايه، بيقيس الحراره، بعد لما قاس الحراره هيبص على condition action rule، هيلاقي مثلا ان هو الاكشن الكونديشن اكشن رول ان هو مثلا يفتح التكييف، هيبتدي what action I should do now، يبقى هيبتدي يفتح مثلا تكييف علشان الدنيا حر، يبقى الاكتر هيفتح تكييف ويروح للانفايرمنت تاني ويبتدي يعمل سنس لدرجة الحرارة وهكذا. يبقى هو simple but has a limit a intelligent، يعني لو جالي condition مش موجود هنا مش هعرف اعمل action، صح كده؟ يبقى هو سيمبل خالص، واحنا ده بنعمله في جميع المشاريع بتاعتنا، سهل قوي ان هو يتنفذ. طيب نيجي تاني نوع بقى اللي هو موديل بيس ريفلكس ايجنتس. ريفلكس ايجنت ويز ستيت، او بنسميه ريفلكس ايجنتس ويز ستيتس، ده بيبقى زي اللي فات بالظبط، بس هنا بن ايه لما بنيجي نشوف ال بنعمل برسبكت او ندرك الانفايرمنت شكله ايه، السنسور هنا بنعمل له يعني بنعمل له سيف، فبيبقى عندي هيستوري، فبشوف بيه هاو ذا وورلد ايفولفد، ازاي بيتطور الايه، يعني لما يبقى عندي نفس الستيت ده ايه اللي بيحصل بعد كده. طيب الاكشن اللي خدته ده هيحصل يعني من بقى من هيستوري، بقى انا عامله موديل فبشوف بقى الاكشن اللي انا عملته ده وات ماي اكشن دو. فهنا بس زياده عن اللي فات ان انا ايه بعمل كيب تراك اوف بريسبكشن هيستوري ان ذا فورم اوف انترنال ستيت، خلاص. فببقى ايه ممكن اتنبأ باللي ايه بالاكشن دي هتعمل ايه بعد كده، انما هي برضو في كونديشن اكشن رول، وهنا ايه باخد الاكشن وبعمل اكتيويتور بياخد الاكشن وبيعملها، ونفس الحكاية السنسور برضو بيدخل وهكذا. طيب هنا بقى الجول بيز ايجنت. الجول بيز ايجنت دي بنبتدي ناخد برضو الانفايرمنت، السنسور بيدخل الانبوت، وبعد كده بيبتدي نشوف وات از ذا وورد از لايك ناو، فيبتدي يسيف الستيت ويبتدي يشوف الاكشن، هل الاكشن دي از ويل بي لايك اف اي دو اكشن ايه
لا ما وصلناش للجول، يبتدي ياخد اكشن تائه، يعني يشوف بقى انه هيحرك مثلا يمين ولا شمال ولا ايه، ويرجع ويعمل الاستيت ويشوف وهكذا، يقعد يلف كده لغاية لما يلاقي يوصل للجول، يبتدي يعمل ايه، يدي الامر للايه الاكتيتور. تعالى ما نشوف بقى ايه عشان نبينها شوية، نشوف اكزامبل كده. فالاكزامبل هنا، هنا اهو انا عندي بازل كده، يعني دي على فكرة ايه الاساس بتاع problem solving by searching. فانا دلوقتي عندي البازل ده، فانا عندي ان انا لا احرك الاتنين دي شمال left يسار، او اخلي الايه التمانية دي اطلعها لفوق. بعد كده ابتدي اشوف ايه ده، انا وصل، انا هو مثلا لو انا عايز اوصل للهدف ده، انا وصلت للهدف؟ لا. طيب هروح رايحة عاملة ايه، احرك ليفت مرة واب مرة والداون مرة. طب لقيت ان انا وصلت هنا للهدف، يبقى انا ارجع بقى اعرف الاكشن ان هي داون بعد كده اب. هنا مثلا لما جيت عملت ليفت، عملت حركت ليفت، فابتدى ايه، ابتدى يجي لي البازل ده، هحرك ليفت ورايت وداون، هيجي لي ايه الحاجات دي. هي دي الهدف بتاعي، يبقى انا الاكشن بتاعي ليفت بعد كده ايه رايت. ده كده بيشتغل الجول ايه ايجنت. اليوتيليتي بيس ايجنتس بقى، لا هنا بقى بيحصل ايه زيادة، ان احنا هنا بيبقى في بيرفورمنس معينة، يعني بدل الجول بيبقى يوتيليتيز، بيبقى بيسأل يعني هو جول وبس، يبقى في ايه بيرفورمنس، هنقيس بيرفورمنس لما هنوصل لده، بنسمي how happy I will be in such a state. يبقى في بيرفورمنس معينة، يعني انت بس مش عايز تروح للجول بس، لا ده انت عايز كمان ايه البرفورمانس تبقى احسن حاجة. واخدين بالكوا ازاي؟ يعني انا هنا اهي لما جيت عملت السنسور، وبعد كده عملت الاستيت، وشفت الاستيت اللي قبله هيوصلني لايه، وات ات ويل بي لايك ايه اف اي دو اكشن ايه، وهنبتدي نقعد نحسن في الاكشن. في حتة هنا كمان زيادة بقى اللي هي ايه البرفورمانس، يعني هل انا هبقى هابي في الاستيت دي، بس بعد كده هبتدي لو اوكي البرفورمانس كويسة هاخد الايه الاكشن، وابتدي الاكتيتور تعمل الاكشن. طب الليرنينج ايجنت، لا هنا بقى هنبتدي نتعلم بقى، هنا الدنيا مختلفة خالص. يبقى انا هجيب السنسور، هقرا السنسور عشان اشوف الانبوت، بعد كده بيرفورم ستاندر كريتكس فيدباك، هنبتدي نعمل ليرنينج شينج بيرفورمانس ايلمنت، وبعد كده هيبتدي يعمل يشوف النولج ويعمل ليرنينج جول وبروبلم جنريتور وهكذا، يقعد يلف هنا لغاية لما يتعلم كويس، يبتدي يعمل اكشن عن طريق الاكتيتور، ويشوف الانفايرمنت وهكذا. يبقى انا دلوقتي لما اعلم السيستم هنا خلاص بقى، هبتدي لما يجيلي الحاجة السنسور يعني الانبوت، ابتدي اي اطلع المفروض الاكتيتور بسرعة. طيب نشوف بقى كده example الجول بيز ايجنت، عايز اشوفه ايه بيختلف عن الكوست بيز ايجنت. يبقى عندي الجول بيز ايجنت ذا اكشن ديبند اون ذا جول، يبقى انا هتحرك او هاخد الايه، هاخد الاكشن علشان يعني ايه المناسبة للجول. طيب الموبايل روبوت which should move from room 112 لروم 179،
in the building take action طبعا different from those at a robot for that should move to room 105. يعني لو انا الروبوت عايز يمشي من 112 ل 179 اكيد هتختلف خالص عنها ان هو عايز يمشي من 112 ل 105. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا الاكشن دي غير الاكشن دي. طب تعالوا نشوف كده لو احنا عندنا يعني جول بيز ايجنت فيرسس ايه كوست بيز ايجنت. الكوست بيز ايجنت الجول بيعمل مينيمايز الكوست اوف ايرنس ديسيجن ان ذا لونج تيرم. تعالوا اما نشوف المثال ده. انا عندي 1000 ايميل، عملت ايجنت 1 وايجنت 2، عايز اشوف مين احسن فيهم. لو ايجنت 1 عندنا سبام فلتر ديسيجن فهتبقى الوانتد 189 وهو wanted فعلا. بعد كده ال wanted هنا خلاها واحد بس هو كلاس كده غلط، هو spam وهو خلاها wanted. بعد كده خلى 11 واحد spam وهو المفروض wanted correct wanted. يبقى انا عندي هنا الايرور 1 و11 يبقى 12. طب لما اجي ابص هنا في الايجنت 2 هلاقي انه عنده هنا سبام 0 وونت 0، فكده ال 38 دول هم الايه الخطا صح. هنا 12 خطا وهنا 38، بس مين احسن؟ ايه رايكم؟ طبعا هنا ناخد بالنا ال 11 دول المفروض ان هم صح وونتد مش سبام، هما اتمثلوا او كلاسيفاي كانه سبام. طبعا كده مشكله كبيره. ليه؟ لان انا ده الايميلات ال 11 ايميل ده انا عايزاهم وفيهم معلومات تخصني وراحوا في السبام. فالكوست ان انا استعمل ايجنت 1 ده اكبر بكتير من ان انا استعمل ايجنت 2. ليه؟ لان هنا الوانتد ما فيش وانتد ايه اتصنفوا على انهم سبام وهم الوانتد، لا ده هنا زيرو. فكده طبعا الخطورة اقل من هنا رغم ان الايرور هنا اقل بكتير، انما ايجنت 2 هتبقى احسن ان احنا نستعملها من ايجنت 1. ليه؟ زي ما انا قلت لكم الخطوره هنا في الايجنت 1 ده ان انا عندي 11 ايميل فيهم معلومات تخصني وانا مستنياهم ومش هيجوا لانهم صنفوا ممكن سبام واتعمل لهم ديليت وانا قاعده مستنيه. فيبقى هنا الخطا قليل بس خطر، يعني الخطا ايه خطر جدا لانه قليل بس هو خطر جدا فمش حاسه. يبقى عندي الايجنت 2 احسن. في 38 سبام اتحطوا ان هم وونتد، بس دي التكلفة بتاعتي ان انا ما خسرتش ايه داتا لان هنا ايه ما فيش ولا واحد وونتد اتصنف انه سبام. فاهميني كده؟ فيبقى هنا كده ايجنت 2 رغم انه الايرور بتاعه كبير 38 بس احسن من الايجنت 1 اللي هو الايرور 12 بس. في السكشن ده بقى عايزين نتعرف على الانفايرمنت تايبس. الانفايرمنت تايبس زي فولي اوبزرفر اوبزرفابل فيرسس بارشالي اوبزرفر اوبزرفابل. عندي ديترمينستيك فيرسس ستاتستيك وعندي ما بينهم الاستراتيجي. عايزة أشوف الإبيسوديك versus sequential، عايزة أشوف الستاتيك versus dynamic وما بينهم سيمي dynamic، عايزة أشوف الانفايرمنت discrete versus continuous، عايزة أشوف single agent versus multi agent، knowledge versus unknowledge. يبقى عايزة أشوف كل تايب دول من الـ environment ايه الفرق ما بينهم. طيب
طيب هنا عايزين نفرق ما بين fully observable versus partially observable. انا عندي هنا الايجن، هل الايجن سنسور give it access to the complete state of the environment؟ ناخد بالنا ان السنسور ده طبعا دايما بنبقى عارفين ايه، ان السنسور ده بيدخل الانبوت بتاعي. طيب هل السنسور بقى يعني شايف كل حاجة عندي في الـ environment ولا لأ؟ طبعا لو شايف يبقى fully observable، انما لو شايف partial يبقى partially observable. يعني زي مثلا اللعبة دي، انت شايف كل حاجة هنا في الـ environment، شايف اللي بيلعبوا، شايف كل حاجة هنا، فده fully observable. وناخد بالنا ان احنا عايزين نوصل لجول معين، الجول المعين ده اللي هو يعني utility agent بنستخدمه. طيب انا هنا لو انا بقى عندي تور ريبورت كده وبيشتغل، هل الريبورت ده فاكر يعني عارف الريبورت ده بيفكر في ايه؟ لا ما يعرفش. يبقى هنا partially observable، يعني ممكن ايه الموضوع ان هو مش شايف كل حاجة ومش عارف يسنس كل حاجة، السنسور بتاعه مش عارف ان هو ده بيفكر في ايه، فكده partially observable. ممكن ينزل الايه البرفورمانس بتاعتي. اوكي يعني زي ايه مثلا لو انت بتلعب بالكارت او اللي هي الكوتشينه مثلا، هل انت شايف كل الكارت؟ لا انت مش شايف كل الكارت، شايف جزء ومش شايف جزء، يبقى دي ايه partially observable. اوكي ودي طبعا بتأثر على الايه، على انك يعني تجيب performance عالية ولا ما تقدرش تجيب performance عالية. طيب ما بين بقى deterministic and stochastic. يعني انا بسأل نفسي سؤال، is the next state of the environment completely determined by the current state and the agent action؟ لو الستيت اللي بعده ممكن تحددها لو انت عارف الكرنت ستيت والايجنت اكشن، يبقى انا كده ديترمينستك. خلاص يبقى حاجه لعبه زي دي، انا عارفه الستيت الكرنت ستيت والاكشن، فخلاص انا عارفه الستيت اللي بعد كده. انما الستوكاستيك بقى distributed over successor state give current state and action. يبقى انا هنا مثلا علشان احدد النكست ستيت في حاجة راندوم موجودة اللي هي ايه الزهر هنا، الزهر لما ارميه على حسب هو في حاجة انا مش شايفها، انا كده ستوتاستيك. يبقى ايه الستوتاستيك؟ بيبقى ايه في حاجة انا مش شايفها. ليه؟ لان انا مقدرش احدد النكس ستيت لما اشوف كده الانفايرمنت. خدين بالكم؟ طيب يبقى الاستراتيجيز بقى لا حاجة تانية بقى، ان هي الانفايرمنت انت الستيت اللي بعديه بتتحدد بالكرنت ستيت والايجنت اكشن، بس في ايجنت تانية ممكن تتدخل وتغير النكست ستيت. يبقى الاستراتيجيكس بتهتم بالاستراتيجي بتاعت الايجنت التانية، عشان كده سميناها استراتيجيك. الانفايرمنت از ديترمينستك اكسبت فور ذا اكشن اوف ذا اذر ايجنت. اوكي يعني انا مش عارفه كويس قوي ان انا ممكن اوصل لايه، اكسبت بقى لو ايه لو في اكشن
من ايه، من ايجن تانية موجودة معايا. طيب الابيسودك versus sequential، انا هنا مثلا في الاكزامبل ده الانكامينج ميل لما بنيجي نعمل سبام فلتر اللي اتكلمنا عليه قبل كده، فانا دلوقتي هلاقي ان الايه السبام فلتر، لو انا هنا جايلي سبام واترمى، طب هل هيأثر على الميل اللي جاي بعديه؟ لا، كل عملية غير التانية. لو انا نوت سبام هيدخل ويبقى نوت سبام ويروح على ايه، على الكمبيوتر ان هو نوت سبام. طيب يبقى ده اسمه ابيسودك، كل عملية مختلفة عن العملية التانية وما تأثرش فيها. انما لو جيت بصينا للعبة زي دي او مثلا اللي هو الشطرنج، اي لعبة اي ستيت جديد او اي خطوة بتأثر على الخطوات اللي قبل اللي بعديها. يبقى in the agent experience divided into unconnected single decision or action or it is a coherent sequence of observation and action in which the world evolved according to the transition model. يبقى انا تبع الترانزيشن موديل هبقى ايه، هوصل لايه، لحاله تانية. يعني السيكونشال ده بتبقى اكشن ورا اكشن بيأثروا على بعض خلاص، انما الابيسودك لا، كل عمليه زي ما قلت لكم منفصله عن العمليه اللي بعديها تماما. استاتيك وديناميك، يبقى اذا امور تشينج ويل while the agent is thinking، يعني انا هنا هل مثلا لعبة زي دي هل هي بتتغير وانا بفكر؟ لا، هي زي ثابتة. مثلا زي هنا مثلا لعبة توم وجيري، هنا مثلا ايه جيري واخد يعني بيتحرك، فايه ممكن يتغير الستيت وهو لسه بيفكر توم خلاص. سيمي دايناميك، the environment does not change while the fast passage of time but the agent performance score does. يبقى انا هنا السيمي دايناميك بقى، لا انا وانا بفكر ما بيتحركش، بس ناخد بالنا ان الايه performance ممكن ايه يتغير. discrete versus continuous، هنا does the environment provide a fixed number of distinction percepts action and environment state. طبعا هنا هنلاقي الموضوع ايه discrete. العسكري ده لا اما هيبقى هنا لا يبقى هيبقى هنا، انما مش هيتحرك continuous خلاص. يبقى دي اللعبة دي الشيس المانيل ده ديسكريت. طيب ده بقى لا، ده في ايه دراع كده وممكن يتحرك، يتحرك ايه، ما بيتحركش كونتينيوس، لا ده ممكن سوري ما بيتحركش ديسكريت، هو بيتحرك كونتينيوس، فده يعتبر كونتينيوس. are the value of the state variable discrete or continuous time can also evaluate in a discrete or continuous fashion. يبقى عرفنا ما ايه الديسكريت والكونتينيوس، ايه الفرق بينهم. هنا بقى يعني انا هشتغل في سنجل ايجنت ولا مالتي ايجنت. is the agent operate by itself in the environment. يبقى مثلا لعبة الميزي ده هتلاقي هي فيها سنجل ايجنت، انما مثلا لو انا ناس يعني ماشية ما كلها في الشارع فده مالتي ايجنت. لو عربيات، لو العربيات كل واحدة اكنها ايجنت يبقى مالتي ايجنت، انما لو كان عربية هي ايجنت
والباقي ماشي كده راندوم كده، يبقى لا دي سنجل ايجنت. ده الفرق ما بين سنجل ايجنت ومالتي ايجنت. بعد هنا علشان نفهم الترمينولوجي، عندي deterministic اللي هي deterministic environment is one where your agent action uniquely determine the outcome. Stochastic, in stochastic environment there is a certain amount of randoms. يبقى في حبة random في الموضوع، إنما هنا deterministic لأ. Deterministic environment ال agent action uniquely determines the output. يبقى ال output بتتحدد على ال ايه ال action اللي بنديها. أما في ال stochastic environment لا، there is certain amount of ايه random. الموضوع مش ايه، مش هو لو انت عندك الاكشن هتعرف الاوتكم، لا. عندي برضو discrete versus continuous. يبقى discrete environment is one where you have finality any action choice and finitely many things you can sense. For example in chess there is a finite many board position. يبقى الشيس ايه discrete، لانه في finite مش continuous. A finite mean thing you can do. يبقى الفاينايت انت بتبقى محددها جدا. انما واحد ماشي في الشارع ماشي continuous، صح كده؟ يبقى الترمينولوجي دي لازم نكون عارفينها كويس قوي. طب تعالى كده نراجع على حبة اكزامبل ونشوف دي دول ايه. انا عندي هنا مثلا وورد جامبل سولفر. وورد جامب سولفر انت عندك هنا بتتوقع ايه بقية الكلمات. هو observable طبعا، فولي ابزرف، انت شايف كل حاجه. ديترمينستك او ديترمينستك، ما فيش اي حاجه نون ديترمينستك ولا ستوتاستك، لا هو كله ديترمينستك. الابسوتيك كل واحد، كل اكشن بيبقى لوحده غير الاكشن اللي قبليه ولا اللي بعديه. عندي ستاتيك، الموضوع ستاتيك خالص ما بيتغيرش وانا بشتغل. ديسكريت، ديسكريت انت هنا بتحدد كلمات معينة. سنجل ايجنت، سنجل ايجنت هو واحد بس اللي بيشتغل وبيملى الايه الكلمات. طب هنا تشيس ويز اكلوك، تشيس ويز اكلوك هنا انت عندك تشيس بس عندك كلوك، يعني لعبة اللي هي الشطرنج بس عندك كونسترين الكلوك. كل لما تطول الوقت بتخسر بوينت، خلاص كده. يبقى انا عندي observable full observable. deterministic لا، هي strategic اوكي، لان في تو هنا المفروض تو agent فهي strategic. sequential طبعا sequential، يعني episode لا sequential. ليه؟ لان في كل لعبة كل اكشن بتعمله بيتأثر على الاكشن اللي بعده. statistical dynamic لا، هي dynamic يعني بتتغير كل ما كل بتتغير مع وانت بتشتغل. discrete discrete multi agent لان في اتنين بيلعبوا. خلاص عندي السكرابل observable لا، هي partially لان انت مش شايف كل حاجة. ستوكاستيك، سيكوينشال طبعا، ستاتيك، ديسكريت لانه كل لعبة
سكريد ومالتي ايجن، لان هما اتنين بيلعبوها برضو. طيب نيجي عند الاوتو نومس درايفنج، فهو observable؟ لا طبعا هو مش observable، هي partially. ليه؟ لانك انت مش شايف كل حاجه، متعرفش العربيه اللي جنبك الايجن دي بتفكر في ايه. هي مثلا deterministic؟ لا stochastic. عندي هنا طبعا كل هي ماشيه في كل سيكوا، في sequential، كل حركه بتتاثر على الحركه اللي بعديها بتوصلك ايه للمكان بتاعك. استاتيك؟ لا هي طبعا دايناميك، كل الانفايرمنت اللي حواليك بيتغير وبيبقى دايناميك. كونتينيوس؟ اه هي كونتينيوس فعلا، ماشيه يعني ماشيه على طول وكونتينيوس. ايجن؟ سنجل ايجن ولا مالتي ايجن؟ لا مالتي ايجن. ليه؟ لان عندي حواليا ممكن يكونوا في كذا ايجن. فهمتوا كده different environment؟ طيب احنا في المحاضرة التانية دي شفنا عملنا كده مراجعة على الكاتيجوري بتاعت المين الفور مين كاتيجوري او الفور مين ابروتش بتاعت الارتفيشال انتليجنت. وزي ما احنا اتكلمنا الاربعه هما thinking humanly و thinking rationally و acting humanly و action rationally. طبعا action rationally شفنا فيها ازاي بنعمل تصميم للارتفيشال انتليجنت، لان هي دي فكرتها الاساسيه في systems that act rationally. شفنا طبعا طبعا ايه اهم المكونات بتاعه الايجنت الانتليجنت ايجنت، وشفنا ان هي المفروض الايجنت متكون من ثلاث حاجات اساسيه اللي هي السنسور الاكتويتور وايه والبرنامج نفسه اللي هو بايه اللي بيماب الفانكشن من الانبوت اللي هو بيجي من السنسور للاوتبوت اللي بيطلع على الاكتيويتر. شفنا برضو ان احنا في خمس يعني خطوات بتاعت ازاي الايجنت بيتعلم من يعني من تجربته. فاول حاجه طبعا هو بيعمل سنسنج للانفايرمنت او بيعمل ادراك للانفايرمنت، وبعد كده بيبتدي يعمل اكشن، بعد كده بيعمل الانفايرمنت بيعمل فيدباك. فكده الايجنت الانتليجنت ايجنت بيعرف ان هو كده صح ولا مش صح، هو القرار او الاكشن اللي خده صح ولا مش صح. بعد كده طبعا هو طبعا بيوصل للاكشن ده عن طريق ان هو بيعمل ريزونينج، ان هو بيفكر بيعمل كأنه بيشغل عقله. بعد كده طبعا من التجارب بتاعته والفيدباك بتاعت الانفايرمنت بيبتدي يتعلم من الاكسبيرينس اللي هو اشتغل اللي هو عملها مع الوقت. طبعا شفنا ان هو علشان الايجنت يعمل تاسك محتاج كاباسيتي كتيره، وكل واحده من الكاباسيتي دي بتبقى سب فيلد من الاي اي. وقلنا زي ال ان ال بي اللي هي ناتشرال لانجويج بروسيسنج، وعندي الكمبيوتر فيجن وسبيك ريكوجنيشن، وعندي الروبوتك، وعندي الهيومن كمبيوتر والروبوت انترفيس علشان الانسان يعرف يتعامل معاهم. خدنا اكزامبل على الايجنت اللي هو فاكيوم ايجنت اللي هو المكنسة، وشفنا ازاي بنمثلها، وشفنا ان هي الريشنال ايجنت لازم يبقى بنقيس البرفورمانس ونحاول نماكسمايز الايه البرفورمانس. طبعا
خدنا برضو اللي هي specifying the task environment، ان انا بحددها بالبيس اللي هي perform management environment actor و sensor، وبنمثل بيها ايه خدنا example اللي هي الاوتو autonomous taxi، وازاي نعمل تمثيل ليها باستخدام البيس. وخدنا برضو السبام فلتر طبعا، وبعد كده دخلنا على انواع الايجنت والانفايرمنت. طيب ايه هو؟ فشوفنا كل الخصائص بتاعته من فول اوبزرفيشن لبارشال اوبزرفيشن، من ديترمينستك لستاتستك، وفي طبعا الاستراتيجي لو كان في ايه ايجنت تانية، ايبيسوديك وسيكوانشال فيرسس سيكوانشال، ستاتيك فيرسس دايناميك وسيمي دايناميك، وديسكريت برضو فيرسس كونتينيوس، وسنجل ايجنت ومالتي ايجنت. طبعا خدنا يعني الفرق ما بين السنجل ايجنت والمالتي ايجنت، وانه وان والانو ايه وده قلنا ان هي دي كل لها الايه الانفايرمنت ايه طيب، او يعني ازاي نعمل سبيسيفيكيشن للانفايرمنت. وخدنا ايه كل الايه الاكزامبل على الانفايرمنت، خدنا أربعة إكزامبل اللي هي وحددنا كل واحدة فيها زي الورد جامبر سولفر والتشيز ويز أكلوك والسكرابل والإيه والأوتونورما نورم أوتونوموس إيه درايفنج. خدنا إيه خصائصها اللي هي طبعا الاربع اكزامبل ده شفناه من ناحيه اللي هو observable ولا لا، deterministic ولا لا، episodic ولا لا، statistic ولا dynamic، discrete ولا continuous، single agent ولا multi agent. طبعا شكرا جزيلا لاستماعكم، وان شاء الله مستنياكم في حلقة النقاش ان شاء الله، بحيث ان لو حد اي حد عنده اي اسئلة فاحنا انا طبعا برحب بيها، وطبعا في حلقة النقاش ان شاء الله هنناقش يعني اي حاجة انتم مش فاهمينها، هنشوف ممكن المحاضرة دي ايه الاسئلة اللي ممكن تجيلكم، ويعني ايه طبيعتها، لان طبعا هي تو ليكتشر، ليكتشر واحد وليكتشر اتنين زي ما احنا شايفين انها ايه كلها عبارة عن حاجات ايه نظري. فطبعا هنشوف مع بعض كده ازاي الحاجات دي ان شاء الله تيجي في الشورت اكزام. هنتمنى لكم كل التوفيق، وارجو ان انتوا تكونوا سمعتوا المحاضرة قبل ما تيجوا حلقة النقاش، علشان نبقى ايه في حلقة النقاش ان شاء الله يعني قادرين نفهم اللي لسه ما فهمناهوش في الليكتشر، عشان لما ندخل شورت اكزام ان شاء الله نجيب فول مارك. أتمنى لكم التوفيق جميعا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.